الجهل وآله الطيبين الطاهرين لنصرة السيدة الجليلة فاطمة الزهراء عليها السلام والسيدة زينب عليها السلام وأم البنين وكل نساء الطف وبنت الهدى رضوان الله تعالى عليها وكل شهيدة مسلمة استشهدت في سبيل الإسلام الصلاة على محمد وآل محمد وصلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لننصر خيمة السيدة زينب عليها السلام سيدة كربلاء بطلة كربلاء سيدة الإنسانية ثلاث مرات لبيك يا زينب لبيك يا زينب لبيك يا زينب لبيك يا زينب. بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا نجتمع اليوم لنصرة خيمة السيدة زينب عليها السلام؟ وما الذي تعنيه لنا أخواتي خيمة السيدة زينب عليها السلام؟ احنا اليوم كنا نجتمع في هذا المكان، ربما غيرنا يسمي نفسه مسلم وتسمي نفسها مسلمة، جزء تجديها الآن لا هي قدوتها المطربة الفلانية وقدوتها الممثلة الفلانية وقدوتها المذيعة الفلانية السافرة طبعا، وتلتهي عن أمور دينها، بينما هنالك من يكيل للدين الإسلامي ويحاول تمزيق الدين الإسلامي. السيدة زينب عليها السلام لم تكن محصورة بكربلاء. السيدة زينب عليها السلام لم يستشهد الحسين، ولم تنطلق من بيتها من المدينة، ولم تأتي إلى كربلاء، ولم تسبى وتحرق خيامها وتشتم وتجلد فقط في موقعة كربلاء، وإنما أرادت أن تعطي درسا لكل امرأة مسلمة أنها باستطاعتها أن تدافع عن الدين الإسلامي وباستطاعتها أن تدافع عن أحكام الإسلام. الحسين عليه السلام استشهد في سبيل الإسلام. السيدة زينب عليه السلام مو كانت رايحة ما تدري ايش دا تسوي. السيدة زينب مو راحت مثل ما يصور لنا اياها البعض انه راحت ما تدري شكو وابتلت وصارت مصيبة وتقول انا ايش جابني هنا وايش وداني وجابني الكربلاء. لا اخواتي، السيدة زينب عليه السلام كانت تعلم علم اليقين انه ما حدث في كربلاء سوف يحدث، وسيستشهد الحسين، سيستشهد العباس، وسيقطعون وسترفع رؤوسهم على الرماح، وستسبى زينب ويحدث ما حدث. كل شيء تدري زينب، لأنه من يوم ولادتها، ولادة هذا النور وإشراقته في البيت المحمدي، بيت فاطمة وعلي عليهما السلام، في ذلك اليوم أنبأهم الرسول محمد صلى الله عليه وآله ما الذي سوف يحدث لهذه الحوراء. حتى اسم زينب، زينب معناته أخواتي زين الأب، يعني كلمة مركبة من زين الأب. شوف الرسول صلى الله عليه وآله من سماها زين الأب، ليش اختار هذا الاسم؟ لأنها بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام كانت زين الأب وخير الأب لليتامى والأرامل وللرسالة الإسلامية. زينب كانت تدري، والإمام الحسين عليه السلام أيضا كان يعلم. اليوم إذا واحد لعد، ليش أخذ السيدة زينب عليه السلام وياه؟ اليوم إذا واحد من عندنا، أي واحد من إخواننا رجالنا، إذا يطلع فد مهمة يروح يريد يحارب، يريد يجاهد، يريد عده فد رايح المنطقة خطرة، ياخذ وحدة من أخواته أو بناته ويا ما ياخذ، تمام ولا لا؟ ما ياخذ، يحاول إنه يحافظ عليها. لعد ليش الإمام الحسين عليه السلام أخذ ويا زينب؟ إحنا من نتكلم هذا الكلام أخواتي، طبعاً إحنا هم نريد نسجل عتب على بعض أخواتنا المسلمات، نقول العتب كل العتب. ليش إحنا قلة المحاضرات الدينية وقلة التثقيف للإسلام، بينما تجدين مقابل محاضرة إسلامية ومقابل تجمع إسلامي مئات التجمعات اللي تضرب الإسلام واللي تريد الزعزعة الثقة بدين الإسلام واللي تحاول أنه تقضي على الإسلام. مليارات تدفع أخواتي، قنوات تفتح في سبيل تدمير الإسلام. ليش الإمام الحسين عليه السلام أخذ زينب؟ خلي يجاوبونا اللي يقولون إنه الإسلام ما انتدور للمرأة، خلي يجاوبونا اللي يقولون الإسلام ما يقبل المرأة تطلع من بيتها، حابسها ببيتها الإسلام مرتين يخليها تطلع، مرة من بيت أبوها لبيت رجلها بيت زوجها، ومرة من بيت رجلها للقبر. مو هاي شي يقولون؟ أي إسلام هذا اللي يتكلمون عنه اللي ما يخلي المرأة تطلع بحياتها إلا مرتين؟ من يقول؟ اللي يريد يعرف الإسلام حقيقة خليه يدرس حياة زينب عليها السلام.
اللي يريد يعرف الإسلام الحقيقي خلي يدرس حياة فاطمة الزهراء عليها السلام، اللي يريد يعرف الإسلام الحقيقي خلي يدرس حياة أم البنين عليها السلام، اللي يريد يعرف الإسلام الحقيقي خلي يدرس حياة بنت الهدى أخت السيد الشهيد محمد باقر صدر قدس سره. هذا الإسلام، مو الإسلام اللي يحاولون الآخرين إنه يلصقوا بينا ويقولون هذا إسلام. حتى شنو حتى يقضون على الإسلام؟ الإمام الحسين عليه السلام جاب زينب لأنها سوف تكمل الثورة بعده، أتى بالسيدة زينب عليه السلام لأنها تكمل الثورة بعده، لأنه لولا زينب لما كان هنالك ذكر لثورة الإمام الحسين عليه السلام، لأنه شلون إعلام هناك كان ماكو ذاك الوقت، لا كانت أكو فضائيات ولا كانت أكو إذاعات حبيباتي، ولا كان أكو واحد ممكن يوصل صوت الحسين، كانوا قلة مؤمنة. 70 واحد التفوا حولهم الآلاف يريدون يقضون عليهم وما تبقى لهم باقية. أخذ الحسين زينب وياه حتى تنصر هاي الثورة، أخذها حتى تصنع التاريخ، حتى يقول إحنا المسلمين كما يصنع الرجل التاريخ المرأة أيضا تصنع التاريخ مع الرجل، وإلها دور، لأنه زينب عليها السلام كانت إعلام وفضائية الإمام الحسين عليه السلام، كانت الناصر للإمام الحسين عليه السلام في وقت ما كان أكو بناصر. فكانت زينب عليها السلام تخطب في أهل الكوفة، لما خطبت بأهل الكوفة أبكتهم كما أبكتهم الزهراء عليه السلام عندما خطبت وين؟ خطبت بالمسجد النبوي، تدافع عن الإمامة وتدافع عن الرسالة المحمدية. أبكت أهالي الكوفة، لم تكن امرأة قليلة الصبر أو امرأة ما تدري هي ايش تسوي. هاي مرات انتوا تسمعوني يقول لك هذا عصر الحريم، شنو عصر الحريم؟ احنا ما عندنا بالإسلام عصر الحريم، يقول لك الإسلام عنده عصر الحريم. شنو عصر الحريم؟ الحريم انه المرأة يقولون الحجاب يريدون يطوقون المرأة في عصر الحريم. الحجاب هو يمنع المرأة تطلع وتبقى ما تدري شكو ماكو، تبقى بليدة مهملة ما تدري شكو ماكو بالدنيا، ما حد يسمع صوتها، هذا هو عصر الحريم. لا، نحن في الإسلام ليس لدينا عصر الحريم، نحن لدينا حجاب، الحجاب الواعي، أن تتحجب المرأة ولكن تعرف دورها في الدفاع عن الإسلام، هذا هو الإسلام. لذلك زينب عليها السلام من دخلت إلى الكوفة كانت تعلم رغم كل مصائبها، يمكن يعني من ليلة التاسوعاء هي ما نايمة، وليلة العاشر مع المحرم، تخيلوا يعني هسه تخيلوا الموقف، خلي تروح أذانكم للسيدة زينب عليها السلام، امرأة في نفس وضعها تحتضن جسد أخاها الحسين عليه السلام مقطوع الرأس، أجسادهم مقطعة على صحراء كربلاء، طفل ما خلص حتى الطفل الرضيع يذبح، ما خلصت الخيم من الحرق، أيتام انداسوا وأطفال انداسوا تحت خيول تحت حوافر الخيل، سبيوا شتموا على يد ألأم خلق الله، يوم أيام ما نايمة، شنو ممكن تكون؟ تكون مستكينة مذلولة تدخل ويشتموها ولا تدافع عن الرسالة؟ مرات نقول إحنا مصائب عندنا مصائب، نعم إذا أنت بنت أم المصائب شلون ما تتوقعين إنه يصير عندك مصائب؟ أنت هذه قدوتك اللي دافعت عن الإسلام، هي قدوتك، فيجب أن تدافع عن الإسلام. أسكتت زينب الكل، وزينب في خضم مصيبتها كل مصائبها، شنو اللي صار؟ عافت صلاتها، عافت يعني حجابها، عافت عبادتها، تصلي ليلا صلاة الشكر، صلاة الليل عفوا، وهناك من العلماء من يقول أنها تصلي صلاة الشكر. ليش؟ أنا أقول لكم ليش، لأنه تشكر الله على المقامات اللي أعطاها للإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين عليه السلام يقول لجد رسول الله محمد صلى الله عليه وآله يا حسين لك مقامات لم تنالها إلا بالشهادة، عندك مقامات تريد تبقى بالدنيا تبقى وانت سيد شباب أهل الجنة، قمت أو قعدت، لكن عندك مقامات لن تنالها إلا بالشهادة. فكانت زينب عليها السلام تصلي ليلا يوم الفاجعة تصلي شكر لله، أخواتي صلي شكر لله، بدليل أنه لما الملعون ابن زياد قال لها ماذا رأيت صنع الله بأخيك، شمت بيها مو
اللعين ابن اللعين يشمت بها. ماذا قالت له السيدة زينب عليه السلام؟ قالت له والله ما رأيت إلا جميلة، أنا ما شفت إلا كل خير. قال الخير أن تشوفين أخوتك مقطعين مكتولين، مو مكتولين، هؤلاء شهداء، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، ذولا ناس شهداء نالوا مقامات بالشهادة. وين الإمام الحسين اليوم؟ وين العباس اليوم؟ وين أنصار الحسين؟ وين السيدة زينب عليها السلام؟ اكد كيدك واسع سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. هاي رسالة السيدة زينب عليها السلام. اللي يريد يعرف الإسلام أخواتي يعرفه من يم السيدة زينب عليها السلام. ليش من السيدة زينب عليها السلام؟ لأن هي بنت بيت النبوة، بنت أم أبيها وبنت الوصي النبي محمد صلى الله عليه وآله. هي بنت جدها من وأبيها من وأمها من وأخوها من وأخيها من، بنت الرسالة هي. فإذا كان صحيح الإسلام يحتقر المرأة وما يحترم المرأة، فكان المفروض الموضوع وين يتطبق أول مرة؟ يتطبق على زينب عليه السلام، تمام ولا لا؟ لأن هي الرسالة مين تتطبق بالبداية؟ تتطبق من البيت المحمدي وتخرج وتنتشر، تمام؟ إذا لماذا لم تطبق؟ لأنه هذا عكس ما يقوله أعداء الإسلام. النبي محمد صلى الله عليه وآله شوف قضى على كل عادات الجاهلية اللي كانت تحتقر المرأة وتقتل المرأة وتعتبر المرأة سلعة. ماكو دين أخواتي، بناتنا الطالبات ماكو دين ولك عقيدة ولك رسالة أعطت للمرأة حق كما أعطاها الإسلام. معنا نحن بالكم واحد اللي ما يدرون شكو ماكو في الدنيا، قل له تعال أقرأ الإسلام صح، يلا بعدين تحكي. تعال أقرأ حياة محمد، تعال أقرأ حياة زينب، حياة فاطمة، حياة الإمام علي، تعال أقرأ واقعة الطف زين، يلا بعدين تتكلم. الرسول صلى الله عليه قضى على كل العادات الجاهلية. تقرون بالقرآن وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. كان قبل إذا يجي إنسان يجي أنثى وإذا به الشرب الأنثى، والأنثى شبيه ظل وجهه أسود من سوء ما بشربه، عشان قبل الإسلام. بينما النبي محمد صلى الله عليه وآله لما إجى بالرسالة ش إجى القرآن ش يقول؟ يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا يضيع أجر عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. خلانا سواسية، لأن إحنا كنا مخلوقين من روح واحدة، النفس الإنسانية واحدة، تعدد الأجناس كما يقول القرآن. والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. يعني شبهنا رب العالمين من يقسم كأنما حالة الليل والنهار. أنت إذا حياتك كلها نهار تقدرين تعيشين؟ ما تقدرين تعيشين. وإذا الحياة تصير كلها ليل نقدر نعيش؟ كل واحد إلى وظيفته، الليل إلى وظيفته حتى نسكن بيه ونرتاح بيه، والنهار إلى وظيفة حتى نسعى بيه إلى أرزاقنا وكل من يؤدي رسالته والمهمة العليا. فكذلك الذكر والأنثى، فالله سبحانه وتعالى يقسم وما خلق الذكر والأنثى، يقسم بالذكر والأنثى. إذا الله سبحانه وتعالى ما يحترم الأنثى، وإذا دين الإسلام ما يحترم الأنثى، وإذا الرسالة المحمدية ما تحترم الأنثى، الله يقسم بهم؟ لا ما يقسم بهم. لكن لأن الله سبحانه وتعالى يحترم خلقه، لأنه فيحترم الذكر والأنثى ويقسم بهما. هل هنالك أحد غير الإسلام يقسم بالأنثى؟ لا. بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله شو يقول؟ يقول خير أولادكم بناتكم، خير أولادكم بناتكم، ويقول خير الولد البنات المخدرات. ها يعني يا بنات مو أي بنية، المخدرات. خلي يسمعون الآباء والأمهات، واجبهم أنه يحافظون على حجاب بناتهم، ما يقولون ما علي، لا، لأن هذا حق الله عليك. أنت مو عندك حق على الله؟ عندك حق على الله، رزقك، حياتك، سعيك، حفظك، أمنك، سلامتك، إيدك، رجلك، بصرك، الله يوفر لك إياهم كلهم ويحفظك ويراعيك. زين الله ما إله حق عليك؟ لا إله حق عليك. فالحجاب مو حقك حتى تتنازل عنه، تقول هل بدك يلا ما يخالف، ما لازم، لا تتحجبين. لو تقول ما يلا ما يخالف، لا تتحجب، تتزوج وبعدين تتحجب، هذا ماكو بالإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الولد البنات المخدرات،
اللي عنده وحده، اسمعوا اخواتي، اللي عنده وحده بنت وحده هذه شو تسوي لها؟ هاي الى ستر من النار، نيه مخدره يعني محجبه، خلوقه، اخلاقها طيبه، اخلاقها فاضله. من له واحده كانت له ستر من النار. اللي عنده اثنين شلون؟ اللي عنده اثنين يدخل بهما الجنه. واللي عنده ثلاثه كان كمن يجاهد في سبيل الله. شنو بعد اجر المجاهد؟ فضل الله المجاهدين على القاعدين درجه. وقال رسول الله صلى الله عليه: من عال ابنتين او ثلاثا كان معي في الجنه. هذا رسول محمد صلى الله عليه. وكما ويقول رسول الله صلى الله عليه: من دخل السوق، يعني اليوم رجال يدخل السوق، فاشترى تحفة، يعني اشترى فد شيء حلو، وحمله إلى عياله، شاله إلى عياله، ودا إلى عياله، شوف شو يكون، كان كمن يحمل الصدقة إلى المحاويج، يعني إلى المحتاجين. هذا الأب اليوم اللي يروح للسوق ويشتري، أو الأم اللي تروح للسوق وتشتري حاجة تحملها إلى عيالها. شوف الإسلام إيش قد عظيم. مو يصير عمره 18 سنه يشمره بالشارع كما في الدول الغربيه، او يصير عمره 12 سنه يذبها اقسام داخليه وبعد ما يدري بيها، او الاطفال اللقطاء الجايين من غير احدى الدول اذا صارت احصائيه لعدد المواليد الشرعيين، يعني من اب وام شرعي بطريق شرعي زواج، كان لها احصائيه اكثر من 60% من الاولاد اللي يجون اولاد غير شرعيين، يعني يجون عن طريق الزنا والحرام. وين يكون مصيرهم؟ الشارع. روحوا تعلموا طريق القتل، طريق المخدرات، اكثر واكثر الحالات الموجوده عندهم بالسجون هم من هاي الحالات. بينما شوفوا الاسلام شلون يكرم الاب والام، يعني اليوم اذا يشتري له حاجه ياخذها لبيته، هذا كانما حامل صدقه. يعني الله سبحانه وتعالى يقول له: هو واجبك، بس انت انا انت عندك الي اجر، انت الك يمي اجر. كمن يحمل صدقه الى المحاويج، يعني المحتاجين. وبعد شو يقول؟ بعد ما نكمل رسول صلى الله عليه، كان كمن يحمل صدقه الى المحاويج، وليبدا بالاناث، وليبدا بالبنات. فان من يفرح انثى، فان من يفرح بنت، يعني الاب اذا اليوم يفرح بنته، كان كمن اعتق رقبه من ولد اسماعيل عليه السلام. زين، هذا الاسلام اخواتي. بينما تجدون الغرب شو يسوي؟ شو يسوي؟ يجي يقول لك المرأة انخلقت من ضلع أعوج. بينما الإسلام شو يقول؟ الإسلام يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة. يعني الرجل والأنثى منين؟ من نفس واحدة. يعني المرأة مو أدون من الرجل، تمام ولا لا؟ مو أدون من الرجل، لا، نفس الشيء. بس وين يصير السباق؟ وين يصير السباق؟ شو وقت هذا يسبق هذا؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإمام الصادق عليه السلام يقول: امرأة صالحة خير من ألف رجل. امرأة صالحة خير من ألف رجل. هاي الإمام الصادق عليه السلام، وهذه عقيدتنا وهذه نظرتنا بالنساء. يجي واحد يقول لك، طبعا هي هاي نظريات دول الغرب، وأنا من أقول لكم أخواتي الغرب كونوا وياي بالواقع اليوم بدنا نعيشه. يعني اليوم احنا بدنا نعيش اسوأ واقع. ترى الاحتلال الامريكي جاء من نحتلنا، ما يريد يعوفنا. تسمعون انت اليوم انسحاب وانسحاب وانسحاب، ما راح ينسحبون. يقول لك انا انسحبت، بس هو بيد الارض وبيد الجو. راح تفتش وراه؟ من اللي يفتش وراه؟ طلبنا لجنه تقول تفتش، يا بنسحبوا ما ندري. سحبهم من مكان، وين حطهم؟ 15,000 واحد بالسفاره الامريكيه. اكو سفاره بيها 15,000 واحد، وهاي مين يقول؟ مو احنا ما حاسبهم. هم يقولون. ليش؟ على مود النفط؟ قنعونا يقولون على مود النفط. ولايه وحده من الولايات الامريكيه بها نفط يعادل نفط البعراق 500 مره. جايين على النفط، النفط خوب يقدرون هم بمكانهم ياخذوه، ولا صار عندهم قتلى، ولا صارت عندهم خسائر، ولا هيجوا العالم عليهم. كان يقدرون ياخذون النفط. الملعون صدام كان ينطيهم اياه النفط. بس يقول انطينا النفط ونبقيك على كرسيك، ينطيهم النفط. تمام ولا مو تمام؟ تمام. لعد ليه جايين؟ شنو يريدوا؟ عندهم نظريه. يعني احنا من نحكي بالسيده زينب عليه السلام، وانا قبل شويه قلت لكم السيده زينب
سيدة كربلاء وسيدة الإنسانية ما محصورة بكربلاء. سيدة زينب عليها السلام انطتش رسالة تلزميها بيدش وتكمليها. تكمليها وتنصرين السيدة زينب ولا لا؟ الله ما راح سبحانه وتعالى ما توقف الرسالة ولا راح يوقف التخطيط، يستبدلك بالخير منك. فليش يستبدلني بالخير مني؟ خب أنا أتصدق وأنا أنصر السيدة زينب عليها السلام وأنا أحمل الرسالة لأني أنا قدوت السيدة زينب عليها السلام، تمام ولا مو تمام؟ فذولا جايين الأمريكان وغيرهم جايين مثل ما يقولون، هم يقولون إحنا جايين مهمة إلهية، مهمة إلهية. شنو مهمتهم الإلهية؟ مهمتهم الإلهية تدمير الإسلام أخوات، تدمير الإسلام. لأن وراء أمريكا إسرائيل، أمريكا وراها إسرائيل، وإسرائيل كل الزين تدري إنه نهايتها راح تكون على إيد منو؟ على إيد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. إسرائيل مو هاي طبعاً سيقول لك يعني إحنا ضد الأديان السماوية، إحنا مو ضد الأديان السماوية، ذولا ما يعترفون بالمسيح ولا يعترفون بموسى عليه السلام، والقرآن ذكر في أكثر من مرة ما الذي فعله بني إسرائيل، ذولا المحرفين طبعاً بالنبي موسى عليه السلام، ومن قتل عيسى طبعاً هم ما قتلوا ولكن شبه لهم منو؟ إسرائيل، بني إسرائيل. اليوم أمريكا تريد تنشر ما يسمى الديمقراطية، تنشر الديمقراطية، تنشر الديمقراطية شلون؟ انتوا سامعين مرات مصطلحات يسموها الفوضى الخلاقة، سامعين لو ما سامعين؟ تسمعون مرات هذه كونداليزا رايس وغيرها تقول لك الفوضى الخلاقة، شنو الفوضى الخلاقة؟ الفوضى انه انا ادمرك وقتلك ودمر دينك وانهي عقيدتك واطمس كل هويتك الدينية والاجتماعية وانزع المرأة حجابها، لان حاخامات اليهود هاي مو حكي هسه، هاي يقعدون يخططون آلاف السنين. لهذا سيد الشهيد الصدر قدس سره من طلع وصلى بالكوفة ونشر الهداية والصلاح كان على خطى جد الإمام الحسين عليه السلام، كان أيضا خرج ليطلب الإصلاح كما خرج الإمام الحسين عليه السلام لطلب الإصلاح. بس اكو هواية ناس قالت ما علينا، ولحد الآن أنا أسمع هواية يقول أنا مسلم بس يقول شو علينا؟ هاي شو علينا؟ تذكرني بقول الإمام الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء شنو قل الديانون. كناس هواية كانت تصلي وصوم، طبعا الكتلة والإمام الحسين منين؟ مسلمين تمام ولا لا؟ يدعون الإسلام لما يدعون الإسلام؟ يدعون الإسلام. كان يسمى اللي قتل في ذاك الوقت خليفة المسلمين تمام ولا لا؟ يشرب الخمر ويلعب بالقردة ويقتل النفس المحترمة. فإذا قلنا شعلينا راح يسلم الإسلام بيت مثل أمثال يزيد اللي أحرق خيمة السيدة زينب عليه السلام، لا يزال موجود ما انتهى يزيد، لأن جماعة الشر ومعسكر الشر موجود، وكبيرة الشر هي أمريكا وإسرائيل موجودين بعدهم. اليوم يردون مرة ثانية يحرقون خيمة السيدة زينب عليه السلام. شون يضربوكي أنت لأنك بنت السيدة زينب عليه السلام، يضربون دينك تقبلون؟ يسلبون حجابكم تقبلون؟ تحت شعار الحرية، أي حرية هاي؟ أي حرية؟ الحرية اللي طبقوها ببلادهم واليوم هم ماذا يتكلمون؟ إيش قد وصلت نسب الجرائم، جرائم الاغتصاب؟ قبل فترة لزموا أحد الأشخاص أب 23 سنة معتقل بنته ومخلف من عندها أولاد وغيره وغيره وغيره. هاي حرية. نسب الاغتصاب، الطلاق، الزنا، المخدرات، هذه الحرية؟ هاي انحطاط، هاي مو حرية. حرية اللي طانيها الإسلام، الحرية هي الحجاب. خلاش تتحررين؟ تتحررين من الفساد. الحجاب هو حرية وهو حرمة وهو احترام إلك كمرأة. في إحدى الدول أجروا إحصائية شنو سبب، طبعا هم قاموا يسنون قوانين صارمة حتى يوقفون عمليات الاغتصاب التصير وعمليات التحرش الجنسي بالنساء. سووا إحصائية دراسة اجتماعية شافوا شنو أسباب التحرش بالنساء والاغتصاب، لقوا أنه أكثر من 90%
من الأسباب هي بسبب لبس المرأة، تعري المرأة. المرأة المتعرية في الشارع تقول للمقابل لا تحترمني، أنا غير محترمة. فشو تتوقع من مثل من مقابل أنه يفعل إذا كان بدون دين؟ فهي قد نصبت، هي طبعا ما تأذي الشخص المقابل بس، يعني من ينظر إلها نظرة حرام، هي ما بس ذاك الشخص الرجل تحمل نظرة الحرام، لا هي هم تحملت، صح ولا لا؟ اللي يعمل منكر عليها وزرة، ووزرة من عمل بها إلى يوم القيامة. وهي قد نصبت مصيدة للشيطان، تدري لو ما تدري، بس أكو واحد ما يدري السفور حرام؟ أكو واحد ما يدري الحجاب واجب؟ حتى الديانات الأخرى تدري الحجاب واجب. ليش اليوم تتحجب الراهبة؟ الراهبة ليش تتحجب؟ ليش؟ لأن تعرف هذا أمر الله، لأن تعرف مريم العذراء عليه السلام كانت محجبة لم تكن سافرة، أم موسى عليه السلام كانت محجبة لو كانت سافرة، اللي الله يحيلها، الله يحيلها. فأوحى إلى أم موسى، يوحي السافرة الله، لو يوحي إلى إنسانة ملتزمة وصلت إلى مرحلة من الكمال بحيث أصبحت بدرجة مقاربة للأنبياء من الكمال، بحيث أنه الله يوحي إلها، تمام ولا مو تمام؟ بحيث الله أوحى إلها. كل الديانات تقول بالحجاب، لكن هنالك من يرفض الدين ويريد أن يضرب الدين، فنحط المجتمع مالته وين يريد يوجه لنا الانحطاط لنا. فاليوم شوف التقرير، أنا درت على قناة فضائية دا أشوف الأخبار بالسبتايتل، فشوف التقرير جذبني، انتحار الممثلات. أكو هاي هوليود يسموها، اللي هي تنتج الأفلام الأمريكية وهي منبع الشر والفساد. هناك النجمات مالتهم اللي يصلون إلى مرحلة من الشهرة وجني الأموال والأرباح بحيث وحدتهم تصير مليارديرة، تمام، وشهرة ونجومية والناس داير مدايرها وتاخذ وياها صور والصحف تنشر لها ويصورون وياها أفلام وكذا. طلعوا حالات انتحار، كل نجمة تصل هناك تصير نجمة تنتحر بعدها. هم يدرسون يقول ليش تنتحر؟ أكثر حالات الانتحار السوق السيارات تحت تأثير الخمر، أو تأخذ حبوب وتنتحر هي، أو تأخذ جرعة زائدة من المخدرات. ليش هذه؟ هاي وصلت بعد، أكو واحدة تقول إيه هاي شو تريد؟ شو رأيت لها هاي نجمة وهاي كذا وهاي ممثلة ووصلت مرحلة وانشهرت وهذه؟ ليش؟ هذه الأضواء اللي داير مدايرها والوهم الداير مدايرها والفساد الداير مدايرها ما خلى في قلبها شيء، وأصبحت فاسدة وشافت هذا الأمر كله ما يفيدها. هاي الدنيا كلها مدى تجد نفسها بيها، ليش؟ لأن ما عندها علاقة بالله. إيش قالوا بالتقرير؟ واحد إيش قايل؟ قايل يعتقد أنه هؤلاء سوون صفقة مع الشيطان، فانتهت حياتهن حياة نهاية مروعة. بالفعل هي اللي تسوي هيك بعد ويا من عقد الصفقة مع الشيطان، إيش كانت نهايتها؟ ليش وحدة مثلها تروح للمخدرات؟ تريد تنسى؟ ليش تاخذ حبوب منومة؟ تريد تنام؟ ليش؟ هي عندها أموال وعندها شهرة، هو هذا كل شيء؟ إذا أنت ما عندك علاقة بالله، إذا ما عندك علاقة برسالة دينية برسالة سماوية، إذا ما عندك علاقة بكتاب سماوي، شنو فائدة هاي الأمور كلها؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ تمام ولا لا أخوات؟ هذا اللي يصير بذيش المجتمعات. هسا إحنا كمسلمين شو نقدر نسوي؟ شو نقدر نسوي أخواتي؟ نبقى مكتوفين الأيدي، نرى ونسمع ونحن لاهين. اليوم هنالك يزيد يريد أن يحرق مرة أخرى خيمة زينب عليه السلام. اليهود يجتمعون ويقولون إذا أردنا أن نضرب دين محمد وإذا أردنا أن نقضي على دين محمد نبدأ بالنساء، اسلبوا النساء عفافها شرفها، اسلبوا المرأة شرفها. شلون نسلب شرفها؟ يقولون اخلعوا منها الحجاب، اخلعوا منها الحجاب. هذا اليوم يقول لك ها انت الإسلام يعيق المرأة، يقيد المرأة. احنا عندنا بتاريخنا نساء وهن محجبات، خلدت أسماءهن في التاريخ. السيد الشهيد محمد صادق صدر قدس سره يقول احيانا تجي فتره على الرجال ما يقدرون يدافعون عن انفسهم، كما حدث في مع زهراء عليه السلام وكما حدث مع زينب عليه السلام، فتدافع عنهم النساء.
او احنا عندنا احيانا الرجال يدافعون بس يحتاجون الى ان تسندهم النساء، تمام ولا لا؟ ابن زياد لعنة الله عليه شلون اجى بخدعة؟ يقال يذكر هكذا لما راد يفرق اكو ناس كانت محاوطة القصر مالته وتريد تخلص هان ابن عروة رضوان الله عليه، فسوى اتجه نحو النساء قال لتروح تقنع رجلها يجيب سيفه إلها وزن السيف ذهب. اكو نساء ما يعرفون دينهم، ان شاء الله الوجوه الخيره كلها الموجوده هنا تعرف دينها وتعرف شنو المسؤوليه اللي عليها. قالت كل وحده راح تتقنع رجلها، احنا منو انه وانت راح تعوف برضوبتي ايتام واني منو الي واني كذا. ما قالت اني دوري اكبر، اني دوري حمايه الرساله، اني دوري حمايه حرائر امير المؤمنين، اني دوري حمايه بنات محمد، انا دوري حمايه الرساله المحمديه اللي استشهد من اجلها الحسين عليه السلام. وكلنا في هذا عاشوراء نبكي الحسين عليه السلام، واكو ناس هم كانت تبكي بس كانت قلوبها معه وسيوفها عليه. احنا ان شاء الله كلنا سيوفنا وكلنا تحركنا وكلنا ارادتنا ونهجنا وعملنا مع الامام الحسين عليه السلام. شلون؟ بأن نمهد الطريق للإمام الحجة عجل الله فرج الشريف، نمهد الطريق للإمام المهدي. اليوم الإمام المهدي إذا يريد يطلع يحتاج تكون وحدة مثل زينب لو ما يحتاج، يحتاج تكون واحدة مثل أم البنين لو ما يحتاج، يحتاج أكو نساء تكون أمهات تكون تدفع أبنائها حتى يستشهدون وحتى يمهدون. مهد طبعا المقاومة ليست فقط مقاومة عسكرية، انت اليوم تقدرين بمجالسك بنصيحتك تجارك جيرانك الطلب طالباتك الاخواتك تستطيعين ان تمهدين لدولة الامام الحجة. الامام الحسين استشهد واعطى الراية للأئمة من بعده حتى وصلت الراية اليوم الى الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف. فاليوم نداء هل من ناصر ينصرنا اللي هو نداء الامام الحسين عليه السلام، واللي انا قلتها واقولها هذا الامام لمن يريد هذا النداء؟ من ينصره؟ هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذب عن حرمنا؟ اكو احد يدافع عن السيده زينب؟ لبيك يا زينب، لبيك يا زينب، لبيك يا زينب. هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ هذا الامام الحسين عليه السلام. ليش؟ لانه كان يعلم هذا النداء ما كان يريده فقط لذلك المرحله، لانه يعرف ان شاء الله ان يراني قتيلا وان يراهن سبايا، يعرف انه راح يستشهد. لكن هذا النداء وجهه لنا نحن بنات الرساله المحمديه، نحن بنات محمد لن نقعد، احنا بنات محمد بنات الرساله المحمديه لن تغلبنا الفاجر الفلانيه والفاجر الفلاني واليهود الفلاني والامير الفلاني الذي يحاول ان يضرب الحسين ويقتل الحسين. ليش هو الحسين عليه السلام استشهد مرة واحدة؟ الحسين عليه السلام استشهد أكثر من مرة. سيد الشهيد الصدر قدس سره يقول إذا خرجت شعرة من رأسك يا بنيتي يا حبيبتي إذا طلعين شعرة من رأسك تكونين ماذا؟ تكونين كمن شاركتي في قتل الإمام الحسين عليه السلام، تكونين كمن شاركتي في قتل الحسين. أكو واحد يريد يشارك في قتل الحسين؟ اللي يطلع شعره من راسه كمن ساهمت وشاركت في قتل الحسين عليه السلام. ليش؟ لأن الإمام الحسين عليه السلام قال لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، والسفور منكر. لأن الإمام الحسين عليه السلام استشهد في سبيل ثبتنا الأحكام الإسلامية، والحجاب حكم إسلامي لا بل حق إلهي، حق الله عليك. اليوم أمانة الله عليك خالها في رقبتك الحجاب، تخونين أمانة الله، وما النتيجة؟ شنو اللي تحصلينه؟ ما الذي تحصلينه؟ ليش؟ لماذا؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك الاحترام، أعطاك الحرمة، جعلك مصانة حتى لا يأتي إليك أحد ويضرب حرمتك. ليش تريد تضيعين هاي الحرمة؟ ليش؟ في سبيل من؟ في سبيل الشيطان؟ في سبيل معسكر يزيد؟ في سبيل أن تشاركي في قتل الحسين؟ في سبيل أن تشاركي في إحراق خيمة زينب عليها السلام؟
أليست قدوتنا الزهراء عليه السلام؟ وهي خير قدوة، ومن مثلنا لديه فاطمة الزهراء عليه السلام؟ أليست قدوتنا زينب عليه السلام؟ ومن مثلنا وقدوتنا زينب عليه السلام؟ نساء عظيمات، خطبا وجلجلا، معسكر طاغية. سيد الشهيد الله يقدس سره يقول: وما أشجعها في قصر يزيد. تتخيلون الحالة؟ في قصر يزيد، يعني صدام العون فرعون عصره وزمانه، اللي جرأ أن يقتل سبط الرسول، اللي قال عن رسول محمد صلى الله عليه حسين مني وأنا من حسين، واللي قال عن الرسول الحسين سي شباب أهل الجنة، شون تتجرأ وتقتله؟ شون ظالم هذا يوقف بعد بعينه واحد؟ لا، وقفت السيدة زينب عليه السلام ودافعت عن الرسالة. دافعت عندما دافعت، شو وقت أخواتي؟ شون دافعت؟ دافعت لما دافعت عن، إن شاء الله الأخواني أشولي على الوقت إن شاء الله، دافعت لما دافعت عن ثورة الإمام الحسين، وسقطت يزيد وخلت الناس ضج عليه، ودافعت لما أثبتت أن المرأة المسلمة قادرة على أن تحفظ حجابها وقادرة على أن وتدافع عن الإسلام وتعمل، مو تبقى بالبيت. زينب كانت سيدة في العائلة، ماتت أمها الزهراء عليها السلام عمرها 5 سنين، احتضنت أخويها الحسن والحسين، شهدت استشهاد الحسن عليه السلام، مصيبة والدها الإمام علي عليه السلام، مصيبة أخوها الحسن، وشهدت مصيبة الحسين عليه السلام. وزينب سيدة كربلاء، سيدتنا زينب عليها السلام. هذه زينب رسالة عندما حمت زين العابدين عليه السلام من أن يقتل على يد هؤلاء الأشرار. اليوم أريد أختم أخواتي بقضية نذكرها ونختم بيها مجلسنا. نساء في الطف خرجنا يبكينا. طبعا هاي الحادث شو وقت؟ صارت زينب عليه السلام تحاور الإمام الحسين عليه السلام، تقول له: أتيقنت من أصحابك؟ سامعيها أنتوا هاي الرواية الشهيرة. كان يستمع إلى زينب عليه السلام قرب الخيمة وسمع كلمة الإمام الحسين عليه السلام، فسمعها وراح حبيبنا مظاهر، قال له: سيد الحسين، تقول له: أتيقنت من أصحابك؟ يعني أنت متأكد من عندهم؟ باكر ما راح يبيعون قالوا: سوف نطيد زينب عليه السلام. قاموا كل وياهم بني هاشم، قالهم: لا، أبقوا، لا سهرت عيونكم، وأبقوا، إحنا فداء لكم، إحنا أمامكم، إحنا أمامكم يا أولاد النبوة. وذهبوا إلى خيمة السيدة زينب عليها السلام، أبو السيدة زينب، وقالوا لها: هاي سيوفنا يا سيد، لن نغمدها لا في نحور، يعني ما نترككم يا سيدتي زينب، نحن كلنا فداء لكم. بحيث ضجت النساء تبكي اليوم ليلة الوداع، ليلة العاشر مرم، ضجت النساء بالبكاء. قام: احموا حرائر أمير المؤمنين، احموا بنات محمد، ودرفن الدموع، ودرفن الدموع. قلت: يا محمد، يا بنات الرسالة، يا سيدتي يا زينب، دموع هي علينا مش غالية، نحن اليوم ننصرك وننصر ما استشهد عليه السلام، وننصر خيمة الزينب عليها السلام. اليوم نقول أننا كلنا اليوم قيل أنفسنا نافع يقف بجنب الخيمة، كان في ذلك الوقت موجود نافع وطيب خاطر السلام. اليوم طيب خاطر السلام، اليوم من خيمة السيدة زينب عليها السلام، اليوم من ينصر حجاب السيدة زينب عليها السلام. كلنا اليوم نقف اليوم بجانب خيمة السيدة زينب عليها السلام، ونقول: سيدة زينب عليها السلام، نقول لمين؟ علي عليه السلام. نقول بنا محلي وآله، نقول للإمام الحجة وفرجه الشريف، نقول نحن اليوم كلنا نافع نطيب خاطر السيدة زينب عليها السلام، ونقول: يدك إلى يدنا، لبيك يا زينب، لبيك يا زينب، لبيك. والسلام عليكم ورحمة الله. آمين محمد.